خطة اليوم نرجع من الدوام مشي. طبعا استنيت اني ابعد من الكلية شوية عشان ما يقولوا لي هافيزو صان ناني وشتنو. المسافة تقريبا للبيت نص ساعة، نص ساعة مو كثير، بصور اذا في اشياء فل في الطريق. هذا اذكر اني مريت من هنا قبل وكان مزروع فيه كأنه حق الأرز، تعرفوا اللي يكون مفرق من بعض، بس الحين ما ادري ايش فيه ناشف. هذا العلامة يحطوها اذا كان في مدرسة قريبة عشان السيارات تهدي، انه الاطفال يمكن يجروا على الطريق. تو انتبه لهذه العلامة اللي في النص، نفس علامة تاور اوف ذا سن اللي صار عنده الاكسبو. هذه الشجرة شكلها كانت شجرة ساكورا، لأنه تحتها كل الأوراق طايحة، بقايا الساكورا. شوفوا هذه مواقف السيارات أبو دورين. بقايا ساكورا everywhere. هذه بعد عشان ينبهون عن الأطفال. هذا العمارة بلاطها كأنه بلاط مسبح. شوفوا من قريب باين طلع مبنى شركة كهرباء. لو شركة موية كان قلت نارو هدوني، شركة كهرباء ما تمشي. قدو بطلع هذا الدرج عشان أقطع الجسر هذاك للجهة الثانية. يكو حصلت هذه جذب بنص النهر. بالله شوفوا هذا العمود كأنه فرشة مسكرة. ليه زعلان؟ الدنيا ما تستاهل. شوفوا هذه بعد المواقف، ثلاثة أدوار. ثنيان خالد بي لايك. خايف على العمود يبرد، ترك له قفازه. وانا ماشي لقيت هذه زي المدرسة المتخصصة، تعلم تخصصات لها علاقة بطب الأسنان، وهذولي ما ادري شو وضعهم، قاعدين يلعبوا بسبورت في نص الشارع. ما ادري هو ملعب ولا هم من كيسهم كذا يلعبوا. آلة بيع حاطين فوقها سينكو مغسلة. واضح انه ما في شيء يصور في الطريق. هذا المخلوق المدور شعار شركة أجار بيوت. في مطار قريب من هنا عشان كذا الطيارات مرة قريبة كأنها تطير فوق راسكم. هذا الكومبيني تقدروا تستأجروا من عندها دراجات. شايفين هذا الدائرة الحمراء؟ والله كل ما أشوفها أحسها قبعة ماريو. محل متخصص بتصليح الأحذية والشنط. هذا المحل اللي صورته أول اللي يبيع أشياء قربت تنتهي مدتها أو ما عاد صارت تنباع في السوق يبيعوها هنا. خلنا ندخل نشوف. هذا المشروب وقت الشتاء ينباع في آلات البيع الجدوهم بايكي ويكون مشروب ساخن. طفايات ون بيس من هذيك المرة واضح محد شراها. ويلكم تو أوساكا. وصلت. نشوف عندي بريد ولا لا. سوي زي اثنين خالد. اللعبة أول مرة يحطوا إلى اللعبة في البريد. أنا خالص ما. لا شو عم نقدر عنهم.